البلح اللي هو بقى سلعة شعبية بقى، اللي هو البلح ده يعني حتى اللي لا يستطيع انه يجيب اليميش فالبلح بالنسبة له شعبي، وبيدوبه في المية، وفي ناس بتدوبه في اللبن، ويعني عشان يبقى فيه طقوس رمضان لا تندثر بهذا الشكل ولا تنقرض بهذه الصورة اللي احنا شايفينها. يعني تعالوا نشوف البلح عامل ايه في رمضان. ارتفعت أسعار البلح والتمور باقتراب شهر رمضان الكريم إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي ترك استياء واضحا على المواطنين. كان بخمسة السنة اللي فاتت، النهاردة بقى ب15. السنة دي بقى ب15، يعني في بلح اهو جاي ب 8 جنيه بنبيعه ب 8 جنيه. طب نكسب ايه؟ مفيش مكاسب. السنة دي البلح نازل غالي، ومفيش اللي بياخد 10 كيلو بياخد 5، واللي بياخد 5 بياخد 2، يعني البلح اهو. وبعدين الشارع زي ما انت شايفه كده واقف خالص فاضي، مفيش بشر، ليه؟ الجو تعبان. البلح السنة دي مش عارفين نشغفه خالص. قسمت بالله العظيم البلح ابو 4 جنيه، النهارده بيجي ب 10 جنيه. طب 10 جنيه بيجي ب 22 جنيه. والزبون اللي عاوز ياخد 10 طن بياخد 2 طن. وال 100 طن النهارده بيجي بياخد نص طن. ومحدش عارف ايه اللي حصل بالظبط. كنا بنجيب الكيلو السنه اللي فاتت ب 6 وب 7 وب 8، النهارده ب 13 و14. زعلانه من الغلو. زعلانه وصعبانه عليا والله اللي احنا فيه. لما انا معايا 4 بنات وجوزي قاعد معاش، اجيب منين واعمل ايه؟ اسرق؟ يعني حرام. جبتي البلح بكام والسنه دي جايباه بكام؟ السنه اللي فاتت كنت جايباها على قدي، كنت جايباها ب 7 جنيه. انما السنه دي 15 جنيه و13 جنيه و20 جنيه، اعمل بو ايه؟ طبعا الضعف 3 مرات. اسعار غاليه السنه دي. اسعار بين فرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي يعني حوالي بتاع 5 كيلو 6 كيلو 6 جنيه 5 جنيه 6 جنيه. لو جيتي مثلا السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها زي دلوقتي كده مثلا 3 شعبان او 2 شعبان ما كنتش هتقدر تقف هنا في الوكاله. تاني حاجه اختلاف الاسعار، مثلا البلح الشعبي مثلا وصل مثلا 7 8 جنيه، كان زمان ب3.5 وب2.5 وكده. السكوتي متسعر ب25 جنيه، البرطموده متسعر ب20 جنيه، عند البلح بيبدا من اول 8 وانت طالعه. في حاجه ب8، في حاجه ب9، في حاجه ب10، في حاجه ب11، في حاجه ب15، مش كله. هو كل شيء بصفه عامه، يعني الاسعار غليت بصفه عامه. مش بقى البلح اللي هنستثنيه يعني. وبعدين البلح سلعه اساسيه في رمضان. يعني ممكن انا استغنى على اي نوع تاني من المكسرات واليميش، بس البلح على مقاس الافطار شيء اساسي يعني. فشيء طبيعي انه يكون غالي، خاصه انه هو مش في الموسم بتاعه. في ناس فقراء مش هتقدر تجيب. ناس كتير قوي فقراء مش هتقدر تجيب البلح. يعني هنعمل ايه طيب؟ قولي لي كده. يعني الاسعار كل يوم الحاجه بتغلى، مفيش حاجه رخيصه. يعني كل اهو قال لك كل حاجه بتغلى، هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ بالنسبه للبلح اساسا هو من ضمن المحاصيل القوميه والمفروض تكون متوفره، وخاصه في البلاد المسلمين، لان كل بيت فقير او غني بيحتاج البلح. بس اما بالنسبه للاسعار، السنه اللي فاتت انا جبت الكيلو من 5 ل 7 جنيه، اما السنه دي بيتراوح سعره من 10 ل 15 ل 20. زي ما قلت لكم انه الناس اللي هي بتكتوي بالاسعار مش هيبقى عندها، صحيح يعني الناس بتعز عليها نفسها، لكن مش هيبقى عندها مشكله يعني، عشان بعض ما يقولش يعني ايه في ظل الغلاء ده هنمسك في اليميش يعني. لا، الناس مش عايزين يميش، الناس بيتكلموا عن السلع الاساسيه، الزيت والسكر والمواد الغذائيه والخضروات والادويه، المواد الحياتيه اللي بيستخدموها بشكل يومي. بس ما كنتش اتخيل انه طبعا احنا كان في تحقيق تاني كان عن الاسعار بقى بتاعت اليميش في بعض المجمعات. يعني لو شفتوا الاسعار زي ما قلت لكم، معنى كده انه اليميش، يميش رمضان هذا العام، هيصبح جزءا من حكايات الجده قبل النوم اللي بتحكيها لأحفادها. تعالوا يا أولاد أما أحكي لكم حكايتنا مع اليميش زمان، هيتحول إلى
حكايات وذكريات في البيوت، لأنه في جزء كبير من المواطنين لن يستطيع أنه يجيب يميش رمضان. ومع ذلك مش هي دي القضية، عشان البعض ما يقولش أنه أنتوا يعني اليميش لا، يعني خلونا نحقق طموحات الناس بس في الزيت والسكر والعيش والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة، طماطم، الخيار، البصل، الليمون، السلع الأساسية التي لا يستغنى عنها في حياتي.